السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله. هي ما بعد الساعة 12 عشان أقول صباح الخير. حياكم الله. أبد، أمس نزلت فيديو عن طريقة اللبس، يعني المحتوى حق اللبس، بس اليوم دخلت على إدارة الفيديوهات، ما أدري إيش سويت، حذفته. ما أدري، ضغطت كذا وين حذف، ما أدري إيش السالفة. المهم، فبنعيدها لكم ثاني مرة. والله بغيت أسوي بث، ودي اسوي بث والله، بس ما في شيء صراحه. ولا في افكار عندي كثيره، يمديني اسوي بث يعني في اسبوع مره عادي، ما في مشكله، بس مشكله ما في شيء يعني. عشانها قريب يعني ما يمدينا. طيب لحظه، نروح اجرب مجلو ونسولف شوي ووديكم اللبس. دقيقة يعني قبل اللبس في حاجة أنا بقولها، اللي هي وش هي الله نسيت، أنا متذكرها قبل شوي. أي اليوم ماني منتقد، يعني لأني شفت الجمهور على حق الأجزاء القديمة، شفت ما شاء الله، شوفوا التفاعل كيف، وهي أجزاء قديمة. وبعدين أنا شفت النسخ حقتها، شفت الجرافيكس حقها، الفيديو الشو يعني ها يعني ممكن شوي رايحين فيها، خصوصا الاجزاء اللي نزلت 2009 الظاهر، ما ادري 2004 او 2009، شوف فيها شيء يعني ما هي واضحه مره. بس سان اندرياس جابوا مقاطع له، يعني لا باس فيها. هي 2009 صح، في سان اندرياس تقريبا، سان اندرياس 4، هي جراند 4 اعتقد، نزلت 2009 ولا 2008 والله ما ادري. بس صراحة فيها مقاطع كويسة، فيها أشياء كويسة يعني. بس الفيديو الشو مشكلة، صعب، اللعبة قديمة وهذا ريماستر. هو ريماستر أعتقد، ولا تخيلوا لو حطوها ريميك، غيروا المحرك، حطوا محرك جراند فايف، بيصير في تحسين زيادة. وهذا الشيء وش يسوي؟ هذا الشيء خلينا نفكر مثلا ريد ديد ريدمشن 1. الحين ريد ديد ريدمشن 1 لا بأس فيها في الاكس بوكس، طبعا لعبتها قبل فتره، هنا قبل 4 سنوات، ممتاز جدا الجرافيكس فيها. فتخيلوا لو يسووا لها ريماستر، تخيلوا لو يسووا ريماستر على بلاي ستيشن 4، بنشوف شيء غير طبيعي. والافضل لو يخلونها ريميك مثل ما قلت انا في الفيديو اللي قبل هذا، لو يخلونها ريميك يحطون محرك حق ريدمشن 2، يحطون محرك حقها، شوفوا كيف يعني. هي صايرة أكيد زي الألعاب الجديدة، بس بتصير أسطورية، بتصير فيها صفاوة، في شيء تغيير. احنا شفنا أجزاء جراند القديمة الحين. أنا شفتها اليوم، وشفت حتى ناس يلعبونها في اليوتيوب، قنوات كثيرة أجنبية صراحة. يعني أنا قلت إذا الدعوة كذا، أجل كيف ريدمشن 1 لو يسووا لها ريميك؟ ريماستر حتى زين، بس لو يسووا لها ريميك وش بصير؟ بس شيء غير طبيعي. حتى حساب ريد ديد ريدمشن نيوز اجنبي غرد، قال هذه اجزاء جراند وهي قديمه، شوفوا فيها شوي صفاوه. طيب لو جينا لو جينا ريدمشن 1، وش بيصير فيها؟ بتصير اسطوريه. بس اتمنى ريميك لها بعد الوقت الطويل هذا، اتمنى ريميك، مع اني استبعد الشيء هذا صراحه. المهم، معليش حلقي شوي، خلنا كريت قبل شوي ايس كريم، مش هنشحط حلجي حتى الشوكولاتة، مشكلة، والهواء بارد اليوم. طيب نبدأ في القبعة. القبعة جميلة جدا، القبعة هذه بس غالية، 3 جولد، بس رهيبة رهيبة، ضابطة على اللبس اللي معي الحين. وين هي؟ واضحة ترى اصلا، حتى هذه اسمها هورلي كاب، هذه هي. طبعا انا شريت الاشياء المهمه اللي هي الابيض هذا والاحمر والاخضر. طبعا الاخضر عشان اليوم الوطني، اذا جاء يوم وطني او شيء اطقم اخضر. المهم، هذه القبعه موجوده يعني، ما عليها، ما شالوها او شيء. نروح للشيرت، وريقي ناشف من الايس كريم. دقيقه، شيرت، وش اسمه؟ دقيقة، وينه؟ وأيضا موجود وفي عليها خصم بعد.
وين راح؟ اي هذا اسمه؟ طيب خلنا اجي نشوف من هنا نشوف شو اسم التيشيرت. مو بعرف مو بتيشيرت الشيرت هذا هو اسمه، هو ويسترن شيرت وايست هذا هو. وطبعا يعني التيشيرتات بالذات نكبة، يعني يجيك الوان كل شيء يتغير. هذا هو طبعا انا خذيت لونه مرقط، وشفت شكله مرقط مع الكاب مع البنطلون. بعد لو في بنطلون مرقط بنفس اللذاء بيصير شيء اسطوري صراحه. هذا هو اسمه موجود طبعا، يعني ما شروه ولا شيء. والبنطلون ايضا موجود، بس الله يكرمكم الشراب بس اللي هي موجوده، الشراب ما هي موجوده شايلينها طبعا. البنطلون ايضا هذا حلو. في بنطلون ثاني مخطط اللي هو البانشو او الكانشو، اسمه كانشو عفوا، بس شايلينه مو موجود. البنطلون هذا هو، والله فيني شهقة فيني شهقة من الايس كريم ذبحني مع البرد. طيب الحين هذا البنطلون، اسف هذا البنطلون تبع اسمه كاب كابريرا بانتس هذا هو، شفتوا حتى اللون الاسود حقه رهيب. وفيه البنطلون اللي اقولكم شو اسمه وينه، هذا هو ايضا حلو. يعني اشياء كثيره صراحه الواحد يتلخبط وين وين وين. وهذا هو معروف مشهور ترى هذا هو. وفي اشياء كثيره، وطبعا الشراب هي موجوده عندي يعني حتى وانا شاريها هي موجوده. فبس هذا الطقم اتمنى يكون عجبكم. وتكلمت في اجزاء جراند، وقلت ان شاء الله اردد، واتوقع ردت قريب ان شاء الله الاعلان عنها باذن الله يكون قريب باذن الله. وبس حبينا نعطيكم نبذه عن اللبس. واللهم بس الشراب، الله يكرمكم الشراب. بس طبعا انا شريت الشراب هذه الاسطوريه، شوفوا كيف شكلها، الشراب الاسود والابيض هي افضل شيء اطلق شيء. وبس وممكن اسوي بث الليله، والله ما ادري صراحه عندي افكار لكن ما ادري صراحه، ممكن ان شاء الله اسوي بث. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.